بصوا يا جماعه الشيف عامل لنا ايه؟ لا 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 يا شيف لا 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 بجد. اوه يلا كسر. اوكي يلا صورنا يا اخويا وانا بكسر ده. ديو 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 لا 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 الله 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 في عظمة بتحصل هنا يا جماعة. الله بص بص بصوا يا جماعة عاملة ازاي؟ بصوا الزبدة دي هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ يعني مين اللي هياكل كل الكلام اللي احنا دوبان دوبان بجد حاجة عظيمة. تعالى اما ادوق كده قدامكم. اما ادوق قدامكم بسم الله اطلع. عايز اقول يا جماعة المطعم ده أجمد مطعم كلنا فيه من ساعة ما جينا. وبعدين عايز أقول لكم حاجة تانية كمان مهمة. الناس دي عملوا لنا حاجة مخصوص اللي هي إيه بقى؟ شوربة سي فود. شوربة السي فود دي مش موجودة تقريبا في الجزائر قوي. كان جواها كده اللي هو جمبري على شوية حاجات كده، فعملوها لنا مخصوص لأن محمود حجازي طلبها وإحنا طلبناها. فهي شوربة سي فود يا جماعة حاجة جامدة جدا جدا جدا. الأكل النهارده بصوا بصوا السلطات، بس السلطات عبارة عن جمبريات وحاجات. وهنا البوريك، البوريك معمول بالسمك برضو بالجمبري. فلا في شوية حاجات عظيمة معمولة الحقيقة. فشكلنا كده هناكل أكلة عظيمة جدا جدا. جايبين لنا العصيرات أهو والشوربة. بجد الشوربة بجد تحفة. وأهو الأكل دي، كل دي سلطات لسه صح؟ لسه في أكل تاني، لسه الأكل هيجي. حاجة عملت لكم مفاجأة كتير. مفاجأة كمان في العشاء أكتر من كده؟ أكيد أكتر من كده. أنا شبعت أصلا من السمك اللي أنا كنت والجمبري. بيقول لك لسه في مفاجأة تانية. فبجد حاجة شكلها عظيم جدا. بصوا يا جماعة الشيف عامل لنا إيه؟ لا 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 يا شيف لا 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 بجد. أوه طفوا المطعم خالص يا جماعة، طفوا المطعم خالص. وجايب لنا حاجة ايه مولعة كده. الله 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 الله. اوه يلا تعالوا تعالوا ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا تعالوا. لا 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 يا شيف لا يا شيف. ايه المفاجأة الجامدة دي يا شيف؟ يلا كسر. اوكي يلا صورنا يا اخويا وانا بكسر ده. ديو 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 اوبا بدي كمان. Thank you.
لا ده انت تجيبيني انا اللي اصور بقى، ده انا اللي لازم اصور العظمه دي. لا 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 لا، شيف براك مين بقى والكلام ده؟ الله الله الله، يا شيف براك مستقبلك في خطر. اهو الخطر قادم. بجد حاجه عظمه العظمه. لا 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 لا. شايفين اللي انا شايفه يا جماعه؟ وايه الجمال ده؟ معقول؟ معقول؟ اوه لا، وري الناس بقى، وري الناس يا جماعه، نوري الناس العظمه اللي بتحصل هنا. في عظمه بتحصل هنا يا جماعه. واو. لا 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 لا. الله 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 الله. في عظمة بتحصل هنا يا جماعة. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 لا، مش عارف اقول ايه. الله هيديني. بص بص، ممتازة. لا لا، لازم لازم محمود يدوق. لازم محمود. لا الله. يلا دوق. الله 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 الله. بص بص العظمية. بص العظمية بتطلع ازاي؟ مش معقول بجد. حاجة عظمة العظمة. الله، في حتة كده هيدوقها محمود حجازي دلوقتي. بص الشيف. الله عليك يا شيف. الله عليك بجد، ايه الحلاوه والجمال ده. ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. بجد تسلم ايدك، حاجه عظمه العظمه والله. تسلم ايدك بجد يا شيف والله. مرحبا مرحبا. مرحبا. تسلم والله بجد، حاجه فوق الوصف يعني. بصوا يا جماعه الجمال ده، احنا لو عند الشيف براك فعلا ما كانش عمل اكتر من كده. بجد حبيبنا والله، وحاجه جميله جدا جدا جدا. تسلم ايدك حبيبي يا شيف. اهو بشكرك على الفكره الجميله دي. هذه يوم المفاجاه. الناس اللي كانت بتقول لك اكرام ما اتعملتش فيها. اكرام عملت شغل عالي جدا يا جماعه. جميل. المفاجاه. بجد حاجه عظيمه قوي. تسلم ايديكم والله. تسلم تسلم، شكرا جزيلا. بصوا يا جماعه هوريكم دلوقتي بجد حاجه عظيمه جدا. اشكرك يا شيف، اشكرك على المفاجاه. انا عارف ان دي فيها مجهود كبير قوي، فاشكرك شكرا جزيلا والله على الحاجه الحلوه. حبيبنا والله، شكرا. هاتوا لنا بقى الثانيه دي، هاتوا لنا دي عشان نوريها للناس. دي بقى ايه؟ محموده. محمود للمحمودين دي طبعا، محمود حجازي ومحمود ابراهيم. حاجة عظيمة جدا 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 يا جماعة. تسلم يا شيف. حبيبنا. بجد حاجة عظيمة جدا جدا يا جماعة، والله مش عارفين نقول ايه. والله مش عارف اقول ايه فعلا. بجد حاجة فوق الوصف. شكرا 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 لكل الناس الحلوة اللي هنا. تعالى بقى اما اوريكوا، ما احنا كده لسه ما خلصناش. احنا كده هننزل. اكرامة هي اللي عملت كل حاجة. اللي عملت كل حاجة بجد. تسلم يا اكرام. انت بجد عامله شغل عالي جدا جدا، واللي حصل ده حاجه كبيره قوي مش هننساها ابدا. تسلمي يا اكرام. تعالوا بقى، اكرام بتتاثر بسرعه بالمديح، ممكن تعيط دلوقتي هناك. بص لا انا ما عندناش الكلام ده. تعالى بقى من نوري الناس يا حجازي، تعالى نوري الناس يعني ايه. تعالوا بقى من نوريكم المفاجاه الجديده. طبعا كلمة محمود ابراهيم دي خلاص، او محمود حجازي، هي محمود بس. زوج محمود. زوج محمود. هنشيل دي كده. عايزين حد يمسك. خش يا رياض. امسك كده وانا اشيل انا. كلمك يا جماعة كانت بتشيل. عايزك تفضل مصور كده زي ما انت زي ما انت. عايز اقول لك ان انا ما بتأثرش. نشيل كله وحط له مكانه حاجة. نشيل. تعالى بص تعالى بص. تعالى بص هنا عشان في عظمة هنا. في عظمة هنا. بصوا احنا هنشيل دي كده. نوريكم. اقفل بقى اطوي صفحة محمود ابراهيم. محمود حجازي سيبك من المحمود. خش على الكلام الجميل ده. بص هنا، بص لي هنا. بص يا جماعه العظمه ملهاش لازمه. محمود عايز اقول لكم ان كل اللي هنا بقى دلوقتي لحم بس.
بقول لك يا محمود خلينا في ولا نبدا ماشي لحم بس. طب ايه ناكل ده يا جماعه؟ الجمال ده والبطاطس الفظيعه دي اللي مع الاكل وكل حاجه يا جماعه زبده. بص بص لي على الاكل كده، بص لي على ايدي بس اسمه ايه. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا الزبده دي هنعمل فيها ايه دلوقتي، يعني مين اللي هياكل كل الكلام ده؟ دوبان دوبان بجد حاجه عظيمه. تعالى اما ادوق كده قدامكم، اما ادوق قدامكم. بسم الله اطلع. استنى قول لي رايك عشان اجرب. استنى تعالى لي ثاني. شايف الزبده دي؟ جماعه اوصف ازاي؟ مشكله يعني اوصف الجمال ده. مش كده، انا عايز اقول حاجه، جميل جدا. دي اعظم مفاجاه حصلت لنا من ساعه ما جينا هنا. المفاجاه دي مفاجاه جباره، شغل عالي جدا معمول ومترتب بقاله فتره. لازم انتوا عارفين الراجل المزاجنجي اللي عندنا في مصر، انا حاسس ان انا المزاجنجي دلوقتي بالاكل اللي بيتعمل لي حاجه في منتهى الجمال، وانا هاكل معاكم على الهواء اهو. رهيبه مش ممكن بجد، مش ممكن بجد. وليد شوف انا وليد انت نورتنا والله. والله يا وليد نورك حبيبي، بس هنا ساسكت قليلا. لا بجد والله ساسكت قليلا. دي حاجه عظيمه جدا من الشيف، مش هنعرف نتكلم عنها يعني لو فضلنا نتكلم 100 سنه. بجد دي اول مره يحصل لنا حاجه فيها عظمة كبيرة كده. سيبك من قصة الأكل، احنا بنتكلم على التعب اللي حصل في الأكل والمنظر اللي عملوه، طفوا الأضواء وجابونا هنا. بجد شغل عالي جدا جدا جدا، واحنا شايفينه تكريم كبير قوي وحاجة كبيرة قوي. عشان كده بنشكر كل الناس اللي هنا، المطعم الرائع اللي احنا فيه ده، والشيف الرائع جدا اللي عمل القصة دي. لازم يعني نرد لهم الدين طبعا ونكرمهم زي ما كرمونا، فبنشكرهم جدا جدا جدا. الناس يا جماعه بعد ما خلصنا كل الفرح الكبير اللي وريناه لكم في الاول، جايبين لنا بقى ايس كريم. بصوا الطريقه، بصوا طريقه العرض. ده ايس كريم يا جماعه، بصوا. انا متاكد ان الطعم هيكون خرافه، بس طريقه العرض دي طريقه يعني شيفات في فرنسا، في اسطنبول، في حتت كده، يعني حتت رهيبه بجد، حاجه فوق الوصف. ومش عارف اقول ايه عن الفندق الرائع ده، لازم اقول وعيد واقول وعيد. الناس دي عملت معانا يعني حاجه فوق الوصف الحقيقه، ومش كده وبس، كواليتي بتاعهم عالي جدا. شكرا شكرا شكرا. تسلم 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 بجد، حاجه زي الفل ان شاء الله. تسلم، شكرا جزيلا لك حبيبنا والله. شكرا. شيف عبد الحق هو اللي عمل لنا كل الاكل اللي انت شفته ده، واللي لسه هيجي كمان. شيف عبد الحق انا مشكورك جدا جدا اللي انت عملته معانا النهارده. مطعم باراداس، هتلاقوا اللينكات بتاعته تحت الفيديو يا جماعه. انا عامل له منشن وعامل له كل حاجه. بجد احسن مكان كلت فيه من وقت ما جيت الجزائر. شغل عالي جدا، والحاجات اللي عملوها لنا شيف براك دلوقتي فاتوا قلقان من اللي عمله الشيف عبد الحق. بجد حاجه حلوه جدا. وايس كريم انا مش عايز ابالغ يا جماعه، بس حاجه من احسن الحاجات اللي كلتها في حياتي، سواء اللحوم او الاسماك والحاجات اللي هي الجمبري والحاجات دي. واخيرا الايس كريم العظمه. انا مشكوره جدا يا شيف، وبشكر كل الناس اللي في المطعم من هنا، مطعم بارادايس تلمسان. هتشوفوا اللينكات تحت الفيديو ده، ومش عارفين نعبر عن شكرنا ازاي للشيف عبد الحق. شكرا ليك، شكرا ليك يا شيف. سلام.